جدا والخاصه جدا ان شاء الله النهارده للمباراه اللي اكثر من رائعه اللي ادى فيها النادي الاهلي اداء اكثر من رائع مع نادي الشمس. معانا كابتن مجدي النهارده مجدي بيبو النهارده هنساله النهارده تقييمك للقاء النهارده وطمنا على اللاعبين والحاله الفنيه للاعبين والاصابات النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. لا الحمد لله الاداء النهارده كان كويس واللعيبه كانت معظم اللعيبه كانت في الحاله الطبيعيه بتاعتها وكانوا على قدر المسؤوليه لان تيم الشمس مش سهل. فاحنا بنحمد ربنا سبحانه وتعالى ان هو ربنا وفقنا وقدرنا نتجاوز المباراه بتاعت النهارده. الحمد لله على السلامه النهارده رغم الابتعاد. الحمد لله على السلامه وبنقول لك الحمد لله على السلامه النهارده في اللقاء. ربنا يخليك وشكر جدا ولمزيد من الانتصارات ان شاء الله للنادي الاهلي باذن الله. ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن مجدي. شكرا يا فندم. شكرا يا حبيبي. مستمرين اعزائي المشاهدين في خاصة جدا للقاء معانا النهارده لاعبتنا المتألقة الكابتن وكابتن نهلة سامح. برحب بيكي كابتن نهلة النهارده ومبروك على الفوز مبروك على الوصول لدور الأربعة. تعليقك النهارده وتقييمك للقاء. أهلا بحضرتك. الحمد لله طبعا على الفوز والوصول للسيمي فاينال بكرة إن شاء الله. طبعا المباراة ما كانتش سهلة، دايما الفرق المصرية بتبقى حافظة بعض من كتر ما احنا بنقابل بعض في الدوري والكاس والكلام ده، فبيكون الماتش أصعب شوية. كمان فريق الشمس أدى مباراة كويسة عن باقي الماتشات اللي كانت في أول البطولة. فابتدينا اول شوط كان مقفول شويه بس الحمد لله قدرنا بعد كده نتدارك يعني الاخطاء بتاعتنا ونقدر نفوز بعد كده بالتالي. اللقاء كان اللقاء الجاي ان شاء الله مع بايب لاين، شايفه المواجهه دي ازاي ومدى صعوبتها؟ طبعا بايب لاين من اقوى الفرق اللي موجوده في افريقيا، يمكن هي ثاني فريق بعدين حاصل على البطوله الافريقيه. فطبعا هنبتدي من النهارده خلاص ننسى اللي فات ونبتدي نركز ان شاء الله في البايب لاين بكره، واتمنى ان شاء الله ان احنا نقدر نظهر بشكل كويس ونقدر نوصل للنهائي ان شاء الله. شفناك النهارده مش من بدايه الشوط الاول ولكن الكابتن دايما بيثير حماس باقي زملائه، النهارده من بدايه الشوط الثاني نزلت الاداء اتغير اتحسن المستوى النهارده. تعليقك النهارده شجعت النهارده زمالك بشكل اكثر من رائع، وصلنا النتيجه الحمد لله 3-0. الحمد لله طبعا يعني احنا فريقنا بيمتاز ان احنا ال 14 لعيب يقدروا ينزلوا ويأدوا بنفس الشكل، فالحمد لله يعني كبدايه وكنهايه الحمد لله قدرنا نخلص الماتش بشكل كويس وقدرنا نكمل بعض يعني الحمد لله. بشكرك شكرا جزيلا كابتن نهله وبالتوفيق ان شاء الله في جميع المباريات المقبله. كن الله بيك في حضرتك. مستمرين اعزائي المشاهدين في تغطياتنا الخاصه والخاصه جدا للقاء النهارده اداء اكثر من رائع، اللاعبين ادوا ما عليهم النهارده. معانا احد لاعبات النادي الاهلي المتالقه النهارده نسالها النهارده على رايها في اللقاء. بنرحب بك على شاشه قناه النادي الاهلي، قولي لي النهارده رايك في اللقاء النهارده وتقييمك للقاء. اهلا بحضرتك. في الاول اكيد الماتش كان صعب جدا، كان ليه حسابات ثانيه خالص عشان هو الماتش اللي بيأهلنا للسيمي فاينل. ظروفه برده كانت صعبه عشان فرقه من مصر، فلعبهم في اغلب الوقت بيبقى شبهنا شويه، بس استعدينا له كويس قوي واتفرجنا على فيديوهات وحفظنا هنعمل ايه بالظبط، والحمد لله ربنا كرمنا بالفوز. منار، بدايه الشوط الاول كانت مهتزه شويه، الشوط الثاني اداء ارتفع، هل بايب لاين عاملين حساب لمواجهته، ارسال الكرات استقبال الكرات عاملين حسابهم وعاملين حساب لقوتهم ان شاء الله؟ اكيد شايفه مدى صعوبه اللقاء ده ازاي في دور الاربعه امام بايب لاين. اكيد برضو ماتش ليه حسابات تانية خالص بقى عشان فرق الافريقيه غالبا بتبقى لعبها عشوائي شويه، مش منظمين، ما عندهمش سيستم قوي اقوياء، فبرضو فرجنا عليهم في اكتر من ماتش هنا. بس ان شاء الله كابتن حمدي صافي بيفرجنا يعني كل ماتش على حاجات معينه، زوايا الضرب، الارسال، الديفنس، الكلام ده كله، بس ان شاء الله نعديها ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا يا منار وبالتوفيق ان شاء الله، والنجمه العشرة ان شاء الله في انتظاركم ان شاء الله. شكرا لك. شكرا. مستمرين اعزائي المشاهدين ومعانا اللاعبه المتالقه ايه الشامي. برحب بك يا ايه النهارده على شاشه قناه النادي الاهلي، من تالق لتالق مبروك النهارده الفوز مبروك الصعود لدور الاربعه. مباراه ما كانتش سهله. طبعا النهارده المباراه كانت صعبه مش سهله، يعني كانت احسن من المباريات اللي فاتت، واحنا كنا نازلين عاملين لها حساب طبعا لان هي هتاهلنا للسيمي فاينل، فنزلنا يمكن في الاول ادائنا ما كانش كويس قوي، بس بعد كده ركزنا وقدرنا الحمد لله نفوز. شايفين مواجهه بايب لاين ازاي، مدى صعوبتها النهارده هتبقى ازاي؟ لا هي طبعا مباراه قويه جدا، هم جسدين كمان اقويه جدا، بلوكاتهم عاليه قوي، فرقه جامده حتى في المنتخبات بتبقى جامده قوي، بس ان شاء الله احنا هنركز لها يعني كويس وهنشوف نقط ضعفهم ان شاء الله نلعب عليها ان شاء الله. المباراه اللي جايه دي تشجيع الرساله توجهها لجماهير النادي الاهلي، ايه الرساله اللي انت توجهها لجماهير النادي الاهلي اللي هي بتشجعك وبتأزركوا وبتساندكوا هي ومجلس اداره بروح الفانيله الحمراء؟ ان شاء الله احنا هنعمل اقصى ما عندنا بكره عشان نكسب ونطلع الجمهور، وان شاء الله مبسوط ونبقى وصلنا للفاينل، وان شاء الله ان شاء الله يعني بس نتمنى دعمهم معانا لغايه الاخر وان شاء الله نفرحهم يعني باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا ايه حمدي وبالتوفيق ان شاء الله في جميع المباريات المقبله. شكرا.
مشاهدينا مستمرين في تغطياتنا الخاصة والخاصة جدا، ومعانا منة طلاق أخصائية العلاج الطبيعي بفريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي. سيدات، منة برحب بك على شاشة قناة النادي الأهلي، مبروك الفوز النهاردة وصعود للدور الأربعة. طمنيني على الحالة البدنية والفنية الحالة البدنية للاعبين، وإزاي هتقدري تأهلي اللاعبين أمام بايب لاين في دور الأربعة. بايب لاين معروف بالأفارقة، معروفين بلياقتهم البدنية العالية، إزاي من وجهة نظرك هتقدري تأهلي اللاعبين؟ طبعا في البداية طبعا الحمد لله على مكسب النهاردة إلى حد ما، يعني إحنا طبيعي بيبقى فيه إصابات، بس الحمد لله بيبقى فيه فترة تأهيل، في فترة يعني ريكوفري للعيبة، كل ده معمول حسابه، كل ده ليه وقت. إن شاء الله يعني بكرة الدنيا تبقى كويسة إن شاء الله، بإذن الله نتأهل للفاينل إن شاء الله، يا مستحيل إن شاء الله. حجم الإصابات اللي ممكن يعني تواجه لعبة الطائرة، إيه أكثر الإصابات شيوعا اللي ممكن تلاقيها أو تواجهها مع لعبة النادي الأهلي؟ أوكي، بيبقى عادة مفصل الكتف طبعا، هو أكتر مفصل هم بيبقوا شغالين به، بعد كده بتبقى الركبة، الكاحل، كل ده بتبقى إصابات، بس أكتر حاجة بيبقوا معرضين ليها الكتف. بالتقويات وبفترة الإعداد البدني كل ده بيبقى ملموم يعني الحمد لله. شكرك شكرا جزيلا وبالتوفيق في جميع المباريات المقبلة إن شاء الله. مرسي مرسي، شكرا. مشاهدينا بكده نكون وصلنا لنهاية تغطيتنا الخاصة والخاصة جدا لمباراة دور